ساعة قليلة تفصلنا عن انطلاق أكبر التظاهرات الإفريقية، حيث سيواجه المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي في افتتاح مباراة الكان. أجواء حماسية واحتفالية كبيرة تعرفها مدينة القاهرة منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة. بإذن الله خير والمكسب لنا طبعا، وبقالنا بقالنا كتير ما خدناهاش، وإن شاء الله تمنا في مصر عشان هي في أرضنا بإذن الله، ومش هتخرج بإذن الله بره أرضنا. مش هتوقع عندك المباراة اليوم بإذن الله 2-0، محمد صلاح هيجيب الجونين بإذن الله. بإذن الله 2-0 1-0 بإذن الله، يعني إن شاء الله هنكسب إن شاء الله. صلاح ولا صلاح؟ محمد صلاح أساس. عمر ان شاء الله نكسب، ومحمد صلاح يجيب 3 هاتريك عشان احنا ابن مصر هو اللي بيشرفنا. ومروان محسن، اهلا بيكم في بلدكم الثاني مصر، وسواء ان شاء الله مصر فايزه او اي دوله افريقيه فايزه، فالرياضه اخلاق، الرياضه للي يفوز، واللي يفوز يبقى مرحب بيه في مصر، واهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله مصر تفوز وتحيا مصر. Ha 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 ha!